اوكي، ليتس جيت سيريس ناو. بهيدا الفيديو حكون عم بحكي عن الاسيمبتوتيك اناليسيس، هاو كان وي ريت ان الجوريثم بشكل انه يكون في عندي انا اسيمبتوتيك اناليسيس، يعني تحديدا عم بتجه للماثيماتيكال ابروتش. تنقدر نشرح موضوع الاسيمبتوتيك اناليسيس، خلونا نستعرض مثل ما بيقولوا باوندريز. الباوندري الاولى انا بسميها بيج او نوتيشن، يلي بحسب فيها الورست كيس سيناريو. في عندي ثيتا يلي هي بحسب فيها الاكزاكت باوند، يعني عم بطلع الافريج كيس، وفي عندي البيج اوميجا يلي هي اللور باوند بطلع فيها الباست كيس. طبعا انا هلا حاليا انترستد اكثر بالورست كيس سيناريو خلال هيدا التشابتر. تنقدر نشرح نحن البيج او نوتيشن، اي نيد تو اكسبلين ذا فولوينج. ليتس ناو فوكس ا ليتل بيت. عندي فانكشن اسمها f of n، وعندي فانكشن تانية حدا اسمها g of n. اثنيناتهم عبارة عن فانكشنز، واثنيناتهم they map positive integers to positive real numbers. يعني أنا بعرف الانبوت عندي دايما positive، ودايما الريزلت تبع كل فانكشن بحسب الكمبلكسيتي اللي عم بحسبها، وقت أو space يلي هي الf، فإذا حتكون كمان هي عبارة عن positive. شو فينا نقترح ونقول؟ We say that f of n is a big O of a g of n if there is a real constant c positive بتكون و integer constant n0 greater or equal to 1 such that f of n is less than or equal to c times g of n لكل ال n هن أكبر من n0. إذا هيدي condition satisfied, g of n is an upper bound of f of n after a certain input size n0. So simple and so easy. لأنه ما فهمنا شيء ولأنه منو simple ومنو easy, so I'm going to consider the illustration اللي موجودة قدامكم حالياً بgraphical representation. ولكن قبل ما أحكي أنا عن graphical representation بدي ركز على شغل كتير مهمة أنا بتعني لي أني أفهم هيدي النوتيشن الموجودة هون. f of n is a big O of a g of n. يعني ال g of n حتكون هي عم تحضنها لل f of n، عم بتكون upper bound، عم بتكون فوقها. مشان هيك قلت g of n is an upper bound of f of n after a certain input size of n0. Let's now get serious again. حاجي لهون على الجرافيكال ريبريزنتيشن الموجودة عندي هون، ونحن بنتذكر انه كان في عنا 7 analysis functions. حبلش استعرض واحدة منهم، حاجي اقول انا في عندي f now is equal to n، طبعا هي حتعطيني linear function. حاستعرض واحدة تانية اسمها f is now equal to what to n square يلي هي الكوادراتيك، فإذا n برجع بعدين بقول له to the power 2. هون في شغلة بدي انتبه لها. أول شغلة أنا هون مين الـ upper bound، يعني مين الفانكشن يلي هي عم بتكون فوق التاني. حلاحظ إنه between 0 and 1 عم بتكون يلي بالبيربل يلي هي الكوادراتيك هي تحت تبعت اللينير، تحت الخضرة. فإذا between 0 and 1 ما فيني أعتبر إنه هيدي upper bound، ولكن أيمتى فيني أعتبرها upper bound؟ بعد 1-1، فإذا حلاحظ إنها حتصير موجودة فوقها، وبمجرد ما هي صارت موجودة فوقها وعم نروح نحن toward infinity حتضل هي upper bound، يعني حتضل موجودة above it. فإذا yes I can say that the purple one يلي هي الكوادراتيك is an upper bound لمين؟ للي موجودة عندي هون يلي هي linear. يعني أنا فيني أجي سمي الg of n هي اللي موجودة عندي بالpurple، وفيني سمي الـ f of n اللي موجودة عندي هون وين؟ بالأخضر. ولكن بعد أي مت صارت هي upper bound؟ بعد n0. n0 is equal to what? Is equal to 1. بهيدي الحالة بلشت بقى أقدر أفهم البارامترز اللي كانوا موجودين عندي هون. يعني إذا بدي أرجع أنا أستعرضهم لهيدول البارامترز حيبين أنه أنا عندي هون كذا واحد بدي ركز عليهم. أول شغلي للـ g of n مين هي؟ الـ g of n هي كانت الكوادراتيك لأن هي الـ upper bound. الـ f of n هي linear بهالإكزامبل، والـ n0 مين هي؟ كانت الـ 1، لأنه كل شيء أكبر من n0 حتضل عندي هالكنديشن satisfied وحتكون هي عن جد عندي upper bound. خلونا ناخذ several examples تنفهم نحن هيدا الموضوع أكثر. حخلي طبعا الـ linear الموجودة عندي هون، ولكن هون بدي أمحي الـ quadratic. حأجي أقول هلأ أنا هون بدي أخذها تكون equal to 2n. بمجرد ما حطيتها أنا equal to 2n يلي موجودة عندي هون، حلاحظ انه انا هي موجودة فوقها. This means انه الـ purple one الساها upper bound، يعني هيدي هي الـ g of n، ولكن انا بدي اضربها بـ constant معينة حتى تكون شو g of n، لانه اذا ما ضربتها بـ 2 فحيطلعوا اثنينتهم فوق بعض، فاذا حيكون انا هون في عندي exact bound اللي هو الثيتا. فاذا جيت لهون وقلت له 2 معناتها هي صارت فوقها، so this is my constant.
فإذا برجع أنا كذلك الأمر تأرجع شوف الإلاستريشن أو تشوف الديسكريبشن اللي كنت عم بيخدها، مشان هيك هو جبرني أني أنا أضرب الـ G of N بكونستنت. خلونا كمان نكمل نحن بالGraphical Representation تنشوف how can we prove more. حاجي لهم بدل التو حقل له بدي إياها تكون 0.9، فحلاحظ أنه 0.9 هي تحتها. كل ما حط أنا 9 كل ما حلاحظ أنه عم بتقرب علي أكتر أكتر أكتر، ولكن مش عم تتعديها بتاتا، يعني عم بتضل تحتها. فإذا هيدي lower bound. أي متى بتصير هي فوقها؟ وقت ما أنا بيجي بقول أنه صارت 1، يعني صارت N مثل ما أنا موجودة هلأ، أو فيني إجي أقول مثلا 1.01 بلشت تصير هي upper bound. فإذا إذا بحط هلأ 1 وبلاحظ لهون بروح أكتر على الانفينيتي، حلاحظ أنه بلشوا يبعدوا عن بعضهم. فإذا يس صارت عندي upper bound وقت ما صار في عندي أنا constant عم تضرب الـ N اللي موجودة هون، يعني عم تضرب عندي الفانكشن يلي هي الـ G of N. فإذا إذا أنا هلأ بدي إجي أخذ هون مثلا number equal 2 for example، so yes this is an upper bound. فنحن دايما وقت بدنا نحكي بالأبر باوند نحن بدنا نحكي بموضوع انه انا عم باخذ الورست كيس سيناريو. الفانكشن يلي هي موجوده عندي هون this is the worst case scenario، لانه هي عم بتكون كومبلكس اكثر، عم تاخذ عندي تايم اكثر، عم تطلع عندي على الانفينيتي اكثر. فاذا نحن دايما هدفنا انه وقت ما بدنا نعمل نحن اناليسس لاي الجوريثم بهمنا الاتيتود تبعه على الانفينيتي كيف عم بيكون. طبعا هيدول اثنيناتهم عم بيكون لينير، يعني اذا انا هلا بدي اجي اقول شو الكومبلكسيتي تبعيته لل 2n فهي اكيد n. ليش n؟ لانه على الانفينيتي عم بضل الجروث عندي هو لينير. This is what I care about. اذا بجي هلا وبغير بهذا الاكزامبل حقول له هالمره بدي log n، طبعا ناخذ several examples لنفهم اكثر، وهون حقول له بدي 8 log n. فاذا حقول له 8 وبعدين log n، يعني انا دغري بقدر اعرف انه الكونستنت اللي انا اخذتها بعين الاعتبار هي الـ 8 log n. حلاحظ انه عم بتكون الـ purple هي upper bound للأخضر، طبعا الأخضر هي الـ f of x والـ purple هي الـ g of x أخذناها بهذا الـ example. عم بتكون الـ purple هي upper bound أي متى؟ عم بتكون عند الـ 1، يعني بعد ما أنا صارت الـ input عندي equal ل 1 بلشت تصير هي upper bound. So this is my n0. بعدين كل الـ n اللي هن 2 والـ 3 and so on عم بيخلوا لي هيدي الـ condition إنها تكون satisfied. مشان هيك أنا دايماً بدي ركز عليها بهيدي الطريقة. إذا بدنا نحن نشوفها بطريقة تانية حقل له هون أعمل له شوي مثل ما بيقولوا shifting لفوق، فحقل لهم plus 2، حارجع كمان هيدي قل له shifting لفوق بplus 2، فحلاحظ هون أنه بهالريجين اللي موجودة هون مين الـ upper bound كان الأخضر، ولكن بعد certain input دلت على طول الـ g of x اللي لونها بالpurple هي upper bound. so نحن بعد ما فهمنا هيدا الكونسبت لازم نعرف أنه بهالطريقة منقدر نحن نبرهن انه كيف في عندي انا function هي upper bound لfunction تاني. اذا بدي اجي اقول انا I need now to get the complexity of these algorithms، اذا عندي اثنين algorithms عندهم تنقول هيدي الميثودولوجي اثنينتهم log in. ليش؟ I discard the constants، انا ما بدي اياهم لهدول الconstants. ليش ما بدي اياهم لهالconstants؟ لانه as long as I am going to the infinity الattitude تبع الcomplexity حيكون كيف؟ طبعا حيكون going in a logarithmic way toward the infinity. فإذا كل constant أنا بشيلون وبقول خلاص it is log n. ولكن بهيدي الطريقة بكون أنا حددت the big O notation the upper bound.